ننتقل الآن إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تتواجد شيناز بوخبوز موفدة الجزائر الدولية. مرحبا شيناز، كيف تبدو الأجواء لديك في ساعتها الأولى؟ تفضل شيناز. نعم، تتوصل لليوم الثاني عملية الاقتراع بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مصر. لقد استؤنف منذ ساعتين مكتب التصويت في كل من القاهرة ومدينة الإسكندرية عملهما لاستقبال الناخبين لإدلاء بأصواتهم. الحديث عن المشهد الانتخابي اليوم لا يختلف كثيرا عن اليوم الأول، أين اختار معظم الناخبين الالتحاق بمكاتب الاقتراع صباحا، وذلك لعدة أسباب أهمها قدومهم من محافظات بعيدة، نذكر الإسكندرية والصعيد وغيرها من المحافظات التي تبعد بخمسين ومائة كيلومتر وأخرى تبعد بخمسمائة كيلومتر. رغم ذلك لم تمنحهم مشقة السفر من أداء واجبهم الانتخابي، فيما فضل البعض التصويت في الساعة الأولى قبل الالتحاق بمقر عملهم. إضافة إلى ذلك، تفادى الكثير منهم التصويت في فترة الظهيرة، أين تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا هنا بالقاهرة. نذكر مجددا أن عملية الاقتراع لا تزال متواصلة إلى غاية يوم السبت القادم. نعم، شكرا. من الساعة التاسعة شيناز.